بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا المحاضرة الثالثة في Visual Basic .NET 2008. أخذنا قبل كده إن عشان نعمل أي برنامج هيتكون من 3 مراحل: مرحلة المدخلات، ومرحلة المعالجة، ومرحلة المخرجات. وعرفنا إن المدخلات بندخلها عندنا عن طريق أمر console.readline، والمخرجات بتتم عن طريق console.writeline. وكنا خدنا العمليات الحسابية سواء الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة أو القسمة الصحيحة أو المود اللي هو بيجيب لي باقي القسمة أو الأس. وعرفنا ان ممكن احنا نحط في جملة الطباعة بعض الحسابات، وممكن نعمل بعض الحسابات الوسيطة عشان نوفر الوقت ونزود الكفاءة بتاعتنا. وخدنا مع بعض الجمل الشرطية اللي هي if then else and if، وعرفنا ان احنا بنحط جواب الشرط في حالة الاثبات وحالة النفي، وفي عندنا جملة الشرط بتكون بين الاف والذن، وجملة الشرط بتكون عبارة عن مقارنة ما بين قيمتين وبينهم ادوات مقارنة سواء زائد او يساوي او اكبر من او اصغر من، او لا يساوي او اكبر من او يساوي او اصغر من او يساوي. وخدنا مع بعض جمل التكرار اللي هي الدو وايل لوب، وعرفنا ان احنا بنحط هنا شرط التكرار اللي هيكرر عليه، وبنحط بين الدو واللوب جمل التكرار. وخدنا ان في دو وايل لوب ودو انتل لوب، وعرفنا الفرق ما بينهم ان الوايل بنحط شرط الاستمرار، اما الانتل فبنحط شرط الانتهاء. وممكن نخلي دو لوب وايل ودو لوب انتل بحيث ان الشرط بيكون في نهايه اللوب، اما اللي فوق فالشرط بيكون في بدايه اللوب. وعرفنا ان في عندنا النست ستراكشرز بنيات متداخله، ان انا يكون عندي 2 اف جوه بعض، وممكن يبقى 3 او 4 او 5، ونفس القصه لو في عندي لوبس ممكن يبقى عندي 2 او 3 لوبس جوه بعض. وعرفنا اللوب ستيتمنت او الجمل التكراريه اللي هي جمله فور، بنقول له فور المتغير اللي هو بنسميه العداد اللي بيغير القيم من القيمه الابتدائيه تو القيمه النهائيه ستيب زياده في الترقيم، وفي الاخر بنكتب له جمله نيكست عشان نوضح له نهايه الجمل التكراريه. ان شاء الله نتناول الان الخيارات السليكشنز. عشان نفهم اهميه الخيارات تعالوا ناخد مثال بسيط. عايزين نعمل برنامج على اساس المخرجات التالية، يعني لو ادينا له 0 يكتب لي 0، كتبنا له رقم موجب يكتب لي above 0، ادينا له رقم سالب يكتب لي below 0. وده خدنا عملنا البرنامج ده قبل كده، كان برنامج رقم 11. ادي البرنامج قدامنا. اول حاجة هندي رسالة عشان يدخل القيمة، وندخل القيمة ونوصفها في نفس السطر، وخدنا ده قبل كده. هبدأ أعمل شرط على الفاليو، لو الفاليو بزيرو هيكتب لي رسالة إن هي بزيرو، لو هي مش بزيرو هيبدأ يدخلني في شرط تاني خالص، هل هو أكبر من زيرو؟ لأن لو هو مش بزيرو يبقى في عندي حالتين، إما أكبر من زيرو أو أصغر من زيرو. لو أكبر من زيرو هيكتب لي بوزيتيف فاليو أو أباف زيرو، ولو كان متحققش الشرط ده يبقى هو أقل من زيرو هيكتب لي نيجاتيف فاليو أو بلو زيرو. واضح ان انا هنا عملت 2 اف جوه بعض. ممكن البرنامج ده اعمله بصورة اخرى، ان انا هدخل القيمة بتاعت الفاليو وهديله شرط اقول له اف فاليو ايكوال زيرو ذن وجواب الشرط. ودي مسألة بسيطة، ان انا لما يكون عندي جواب شرط واحد مش لازم اكتبها على الصورة الستاندر اللي هي اف ذن إلس اند اف، لا ممكن اقول له اف والشرط وذن وبعدين جواب الشرط، ومش لازم اند اف ما دام كل ده في نفس السطر. نفس القصه اديله شرط تاني اقول له اف فاليو اكبر من زيرو ذن كونسول دوت رايت لاين بوزيتيف فاليوز، ونفس الكلام اف فاليو اصغر من زيرو ذن كذا. الميزه هنا ان انا حطيت الثلاثه اف جوه بعض ورا بعض، لو انا عندي 4 5 6 تفريعات هناك هتبقى العمليه صعبه جدا، اف جواها اف جواها اف جواها اف، لكن هنا بدي شروط كل شرط لوحده ومديله الاجابه الفردانيه بتاعته. وفي الاخر بنديله كونسول دوت ريد لاين عشان يوقف البرنامج. في عندنا اسلوب اخر افضل من كده، خصوصا لو كانت الخيارات كثيره او التفريعات كثيره، هو بنكتب له سيلكت كيس، ده امر في الفيجوال بيزك، وبنكتب له اسم المتغير اللي بيحدد على اساسه التفريعه.
وببدأ أكتب له كيس والقيمة، وأكتب الجواب في الحالة ديت، وكيس وكيس وكيس، وفي الآخر بقول له اند سيلكت. يبقى انا في عندي في الاول سيلكت كيس، وفي في الاخر عندي اند سيلكت، وبينهم الكيسز اللي هي انا عايز اخدها في الاعتبار. تعال نشوف البرنامج اللي فات لو عملناه مرة تانية، او نعمل برنامج اكبر منه شوية. انا عايز اعمل برنامج لو قلت له واحد هيقول لي 1، 2 يقول لي 2، 3 يقول لي 3، لو اكتر من كده او غير كده يقول لي نوت 1 2 اور 3. فنيجي نقول له نديله رسالة عشان يبدأ يدخل لنا الـ variable، يقول له دخل الـ value، وأعمل dimension أوصف الـ value as integer وأدخلها في نفس الخطوة، وأبدأ أعمل بقى select case. select case تبع لقيمة مين؟ الـ value، وفي الآخر end select اللي هي نهاية جملة التفريع. هاجي هنا أقول له case 1 لو الـ value دي بـ 1 console.write line 1، case 2 console.write line 2، case 3 console.write line 3، case else ما سوى ذلك هيقول لي console.write line not 1 2 or 3، وفي الاخر طبعا هنديله جمله console.read line عشان نوقف البرنامج. واضح هنا ان انا اديت له select case وكي اسم ال variable اللي بيبدا يفرع نتيجته. في عندي واديله كل case واديله جواب الشرط في حاله تحقق هذه الحاله. طب لو عايزين نعمل برنامج زي اللي فات بس معين، بدل ما عايز احط القيم من 5 ل 10، فممكن نفس الكلام هدي له رساله عشان يدخل الفاليو، وادخل الفاليو واوصفها، وابدا اعمل سيلكت كيس تبعا لقيمه الفاليو. هقول له كيس 1 كونسول دوت رايت لاين 1، كيس 2.3.4، او دي جديدة ان انا ممكن في الكيس الواحدة احط له كذا قيمة. يبقى احنا لو عندنا كيس فيها عدة خيارات مع بعض ممكن نديها كوم ونكتب له console.writeline 2.3.4. ممكن اقول له بقى 5.2.10، او دي برضو لو عندي رينج بقى مش هقعد اكتب له 5 6 7 8 9 10، لا اقول له 5.2.10. ده في كمان انا اقول له كيس اكبر من 10 وهو بيكتب از لوحده، يعني انا لو عندي كيس اكبر من فاكتبها له برضو اكبر من يقول لي مور ذان 10. واضح من هنا ان انا كده عن طريق السيلكت كيس ممكن ان انا احط حالات كتيره جدا، سواء كان حاله فرديه، حاله مجمعه، رينج، او شرط اكبر من او اصغر من. وطبعا في الاخر بنديله كونسول دوت ريد لاين عشان نوقف البرنامج. طبعا هنا لو ادينا له 1 هيقول لي 1، ادينا له 3 هيقول لي 2 3 اور 4، ادينا له 8 هيقول لي الفاليو من ال 5 الى ال 10، اديت له ال 12 هيقول لي مور ذان 10. السيكونس ترتيب شروط التوزيع مهمه جدا في السيلكت كيس. تعالوا نشوف مع بعض البرنامج اللي قدامنا ده. برنامج زي اللي فات بالظبط، هندخل له هيقول لي دخل الفاليو، دخلت له الفاليو، هيبدا يعمل سيلكت كيس عليها. لو اكبر من 10 هيقول لي مور ذان 10، اكبر من 100 يقول لي مور ذان 100، اكبر من 1000 هيقول لي اكبر مور ذان 1000، وفي الاخر طبعا جمله ريد لاين عشان نوقف البرنامج. البرنامج ده كتابه صح لكن عملا مش صح. تعال نشوف الريزلت كده مع بعض. لو انا اديته 11 يقول لي مور ذان 10، اديت له 101 يقول لي مور ذان 10، اديت له 1001 يقول لي مور ذان 10. ليه بقى؟ تعالوا نرجع نشوف كده البرنامج. لان هو هنا بيبدا ياخد الفاليو ويدخل على الشروط شرط شرط، لو شرط منهم اتحقق يطبق الجواب الشرط في حالته ويخرج بره الاند كيس. فلو اديته الاند الفاليو ب 101 هيجي يسال هنا هل ال 101 اكبر من ال 10؟ اكبر طبعا. يقوم يطبع لي الرساله دي، وبعد ما يطبعها ينزل الى الاند سيلكت. واضح ان هو مش هيعدي على الحاله الثانيه ولا الثالثه، ليه؟ لانه اتحققت من اول حاله. طب ايه الحل في الحاله دي؟ الحل بسيط جدا، ان احنا نعكس الترتيب. هنقوله الاول اكبر من 1000 الاول، واكبر من 100 بعديها، واكبر من 10 بعديها، بحيث لو انا اديت له 101 الفاليو، يعني لو انا بدخل هنا في جمله الريد دخلت ال 101، هيبدا يسال هل هي اكبر من 1000؟ لا.
يوم ما يطبعش دي. هل هي اكبر من 100؟ نعم، يوم يطبع لي الرساله دي. وطبعا بمجرد ما يطبع الرساله دي واتحققت، هينزل للسلكت كيس ومش هيعدي على جمله اكبر من 10 عشان يطبع لي الجمله الخطا اللي هي مور ذان 10. يبقى من هنا مهم جدا ان احنا الترتيب بتاعنا نكون حاطين الترتيب السبيسيفيك وبعدين المور جنرال، يعني الحاله السبيشال الحاله الخاصه، وبعدين نتوسع نتوسع بحيث اكبر من 1000 دي سبيشال كيس، اكبر من 100 دي جنرال مور جنرال عنها، اعم منها. ليه؟ لانها تشمل جواها الاكثر من 1000، وبرضه الاكثر من 10 تشمل جواها الاكبر من 100 والاكبر من 1000. وده اللي حصل معانا، ان انا هو بدا يشتغل صح. نقطه 13 يقول لي مور ذان 10، 101 مور ذان 100، 1001 قال لي مور ذان 1000. الكومبلكس سيكونس ممكن الترتيب يكون اكثر تعقيدا زي المثال اللي قدامنا ده، بس ما دام ماشيين بنفس اللي احنا بنقول عليه، قلت له اكبر من 100، اكبر من 50، 1 او 11، 2 تو 50. نلاحظ ان ال 11 انكلودد هنا، بس مش مشكله ما دام جت الاول وبعدين جت في حاجه اعم. لو كانت 11 هيطبع لي الرساله دي ومش هيعدي على الحاله اللي معانا دي. نفس القصه زيرو، من ناقص 50 لناقص 1، واصغر من 100 واصغر من 50. واضح ان الشروط بتاعتنا عماله تبقى مور جنرال كل ما طلعت قدام. طبعا هي هنا البرنامج شغال زي المثال اللي فات، لكن بطريقه اخرى، ان هو عرف متغير اسمه انفو و از سترينج، متغير حرفي، وبيكتب جواه الرساله كل مره، وفي الاخر خالص في نهايه البرنامج بيطبع الرساله حسب الحاله اللي هو دخل فيها. هندخل ان شاء الله على موضوع مهم جدا اللي هو المصفوفات الريز. تعال نشوف مع بعض لو حبينا نعمل برنامج على الاساس التالي. عايزين نعمل برنامج يسال يقول لي value 1 اقول له 10، value 2 يقول لي 20، value 3 اديله مثلا 30. كل دي طبعا مدخلات اللي باللون الاحمر ممكن تتغير، بدل ما هو 10 و20 و30 اقول له 10 5 70 زي ما يكون. يروح هو في النهايه مديني المجموع بتاع الارقام الثلاثه اللي انا دخلتها له. هيتم الكلام ده ازاي؟ تعالوا نشوف حضراتكم مع بعض. اول حاجه هنوصف ثلاث متغيرات، value 1 value 2 value 3، وهنوصف متغير اسمه sum. هنبدا ندي رساله للمستخدم value 1 عشان يبدا يدخل لي value 1 واخزنها في المتغير اللي اسمه value 1، واجمعها على sum. ونقف هنا شويه، انا بمجرد ما قلت له dim sum as integer فهو كده عرف المتغير sum واداله قيمه ابتدائيه بزيرو. باجي هنا اقول له sum زائد تساوي value 1. الجمله دي عامله، اول مره نشوفها، الجمله دي عامله زي ما اقول له sum بتساوي sum زائد value 1، بس اختصارا بنكتب له sum plus equal value 1، معناها اجمع على sum قيمة value 1. فالصم كانت بزيرو، هيجمع عليها value 1 هتبقى صم بقيمة value 1. هبدأ أقول له دخلي لو سمحت value 2، وبدهله برسالة وأدخلها وأجمعها على صم. يبقى صم دلوقتي هيبقى فيها value 1 و value 2. بعد كده هبدأ أدخل، أقول له أديله رسالة وأقول له دخلي value 3، يبدأ يدخلي value 3 وأجمعها على صم. دلوقتي انا خلصت ادخال وتجميع الثلاث ارقام، هبدا اكتب على الشاشه value 1 وعلامه زائد، value 2 وعلامه زائد، وناخد بالنا ان احنا بنكتب كونسول دوت رايت مش رايت لاين، لان احنا عايزين نطبعهم كلهم في نفس السطر. value 3 وعلامه تساوي وصم، ونوقف البرنامج بجمله ريد لاين. واضح ان البرنامج ده كده هيقرا الثلاث ارقام ويجمعهم ويطبعهم لي بالترتيب اللي احنا عايزينه. لو تخيلنا ان احنا حبينا نعمل برنامج لجمع 30 رقم، هل ينفع بنفس الطريقه؟ هيبقى صعب جدا، لان انا هاجي في جمله الدم فوق هنا وهوصف 30 متغير، والحته دي نلاحظ الحته دي متكرره ثلاث مرات عشان عندي ثلاث ارقام هكررهم 30 مره. ونفس الكلام الحته دي عماله تتكرر زائد والقيمه، فهنقعد نكررها برضه 29 مره، فهتبقى العمليه صعبه جدا. تعال نشوف لو حبينا نعملها بطريقه ثانيه عشان نتغلب على موضوع التوصيف بتاع الارقام الكتير. في عندنا جمله اسمها ديم
بتاعتنا اللي احنا بنوصف بيها، لو قلنا له values وبين قوسين كتبنا رقم، فاللي بيحصل ان هو بيعتبر ان بيجي في الذاكرة ويحجز اماكن يقول لي values 0 values 1 values 2. يبقى لما اقول له values 2 بين قوسين 2 فبيحجز ثلاث اماكن في الذاكرة بنفس الاسم اللي هو values. طب بيفرق ما بينهم ازاي؟ ان هو بيحط بين قوسين مرة 0 ومرة 1 ومرة 2. يبقى دي اول ملحوظة عندنا، ان احنا بدل عشان نعالج موضوع التوصيف الكتير، بدل ما اقول له dim value 1 value 2 value 3 4 5 6 7 8 لغاية 30 توصيف كتير جدا، لا ده بسهولة جدا اقول له dim values وبين قوسين احط الرقم اللي انا عايزه اللي هو العدد اللي انا عايزه، بس نفتكر ناخد بالنا ان هو بيعمل دايما مخزن باسم زيرو، وهنتعرض له بالتفصيل ان شاء الله كمان شوية. يبقى لما قلت له dim values 2 الراجل حجز ثلاث اماكن في الذاكره. طبعا لو عايز 30 هكتب له بين قوسين 30 40 زي ما انا عايز. هنبدا نشتغل زي اللي فات بالظبط، dim sum as integer، وهندي له رساله value 1 ونخزن اول رقم في الفاليو 0 اللي هو ده ونجمعه، وبعدين هنيجي تاني نقول له دخل القيمه الثانيه، بس هنخزنها بقى في الفاليوز مش فاليو 0 values 1 في المخزن الثاني ونجمعه، ونفس القصة هندخل برضو المتغير الثالث ونخزنه في الـ values 2 ونجمعه، ونبدأ نكتب الجمل بتاعتنا عادي خالص زي البرنامج اللي فات. فالواضح هنا ان الفرق بين البرنامج ده والبرنامج اللي فات ان انا اختصرت جملة التوصيف، بدل ما كنت هكتب ديم مرات كتيرة جدا، لا ده هنا حجزت في خطوة واحدة عدة مخازن او عدة variables اقدر ادخل فيها واحسب منها. واضح طبعا ان هنا value 1 خزنتها في القيمة 0 في الindex 0، والvalue 2 خزنتها في الindex 1، والvalue 3 الvalue الثالثة خزنتها في الindex 2. فانا هنا عندي ثلاث مخازن او ثلاثة variable 0 1 2 خزنت فيهم الثلاث قيم بتاعتي. ممكن طبعا واضح جدا هنا لازالت مشكلة موجودة عندنا اللي هي موضوع التكرار، ان ده اتكرر ادي مرة اتنين تلاتة، لاحنا ممكن نعالج التكرار ده عن طريق فور ونكست. هنشوف البرنامج هنعمله ازاي. dim values 2 بين قوسين 2 as integer عشان يحجز ثلاث اماكن، وهنقول له dim sum as integer، وهنوصف متغير اسمه index as integer. هنبدأ عايزين ندخل، بدل ما ادخل كذا مرة هقول له dim index من 0 الى 2، بحيث ان انا عايز، انا شفت انا في عندي حتة كانت متكررة، الحتة دي متكررة ثلاث مرات، فليه اكررها ثلاث مرات؟ طب ما اديها جملة for و next تعالج لي هذا التكرار، وده اللي حصل. ان انا هقول له console.write line بين double quotation value، واطبع له قيمة الاندكس زائد واحد وعلامة استفهام. طيب ليه قلت له اندكس زائد واحد؟ لان الاندكس هنا تتغير من 0 الى 2، انا مش عايز يقول له دخل الفاليو 0 1 2، لا انا عايز اقول له دخل الفاليو 1 2 3، فدايما اللي انا بطبعه اكبر من الاندكس بواحد، فعشان كده قلت له هنا اطبع لي اندكس زائد واحد، وابدا اقول له الفاليوز بتاعت الاندكس اللي هي 0 1 2 اديها لي بالكونسول دوت ريد لاين، وهقول له sum plus بتساوي values index. يبقى هو كده الراجل بدأ يدخل لي، هيلف ثلاث لفات، اول لفة هيكتب لي على الشاشة اللي دخل لي الفاليو الاولانية هدخلها له، يبقى يخزنها في الاندكس 0 في الفاليو 0 ويجمعها ويلف اللفة الثانية والثالثة. طب عايزين نطبع، سهلة جدا، هنبدأ نكتب له اول حاجة الفاليو 0 لوحدها، وهنعمل فور ونكس نكتب له علامة زائد و الفاليو، وفي النهاية بعد اللفتين هكتب له رايت تساوي وقيمة الصم ووقف البرنامج. تعالوا مع بعض نعمل البرنامج ده. كونسول ابليكيشن 26، هنيجي نقول له ديم values 2 as integer، dim sum as integer، dim index as integer. عايزين نبدأ ندخل،
هنقول له فور اندكس بتساوي 0 2 2. هنكتب ثلاث جمل: كونسول دوت رايت لاين، احنا عايزين نكتب له كلمه فاليو، و تعالوا كده نكتب اندكس بس مش اندكس زائد واحد ونشوف ايه اللي هيحصل، وبعدين علامه استفهام. هنبدا ندخل له في الفاليوز of index، هندخل اقول له دي بتساوي console dot read line بحيث يبدأ يدخلها لي، وهقول له sum زائد تساوي values of index. بعد ما خلصنا هنقول له console dot write بس مش write line، هنطبع مين؟ هنطبع values of zero، وبعدين نبدأ نعدي بقى for index بتساوي 1 2 2، هنبدأ نكتب له console dot write علامة الزائد، ونفس الكلام برضو console.write قيمة الـ values of index. وهنيجي هنا هنكتب له console.write علامة تساوي، وهنيجي نقول له console.write قيمة السم، وما ننساش نحط له الجملة اللي بنوقف بها البرنامج اللي هي console.readline. تعال نحفظ البرنامج ده ونشغله. جه قال لي دخل لي value 0، وده اللي احنا قلنا عليه، ان انا هنا قلت له اندكس بس، كان المفروض اقول له اندكس زائد 1 عشان يديله. طب تعالى نشغل البرنامج، نقول له 1 4 6، راح قايل لي 1 زائد 4 زائد 6 تساوي 11. لو انا عايز اظبط البرنامج هقول له هنا زائد 1. تعالوا نشغل البرنامج ده كده خطوه خطوه ونشوف ازاي هيشتغل. اول حاجه راح معدي على فاليو 2، فراح نلاحظ ان هنا values حط لي بين قوسين length 3، ولو دوست على علامة الزائد دي طلع لي values 0 1 2 كلهم بصفار. طيب هيبدأ دلوقتي ياخد الindex القيمة الابتدائية بزيرو، ويبدأ يطلع لي على الشاشة value 1 ويطلب مني ادخلها له، هدخله مثلا قيمة 6 وانتر. نلاحظ لو بصينا مع بعض هنا ان values اللينس بتاعها 3، الاندكس القيمه الزيرو القيمه الاولى بتاعتها اللي هي بزيرو اللي هي زيرو بست، وبقيه القيم لسه بزيرو لانها لسه ما دخلتش. ونلاحظ ان الصم بزيرو، هنبدا دلوقتي ندخل على جمله، هنقدر ندخل دلوقتي على جمله التجميع. صم بقت بست، هيلف اللفه الثانيه الاندكس بقت كام؟ بقت بواحد. هيطبع لي على الشاشه الفاليو رقم 2 بكام؟ اروح انا مدخلها له مثلا ب7 وانتر. الاقيه راح مخزنها جوه القيمه الثانيه ويبدا يجمعها، فهلاقي ان الصم بقت ب13، يعدي اللفه الثالثه ويكتب لي على الشاشه الفاليو الثالثه بكام؟ اقول له مثلا ب5. راح الراجل واخدها ومخزنها جوه القيمه الثالثه وهيبدا يجمعها، خلاص خلص اللفه يبدا يجي هنا بقى هيكتب لي قيمه values of zero اللي هي ب6، ويبدا يلف يحط لي علامه زائد ويطبع لي القيمه رقم 1، ويلف كمان لفه يحط لي علامه زائد والاندكس اللي هي بقت ب2 يطبع لي القيمه الثانيه اهو كده. خلص طباعه هينزل وخلص لف، هيطبع لي علامه تساوي وقيمه الصم بتاعنا، ويبقى كده ادينا الشكل اللي احنا كنا عايزينه.
واضح ان البرنامج ده برنامج ظريف قدرنا ان احنا نختصر بيه الوقت والمجهود. طب لو حبينا نعمل البرنامج ده يجمع لنا اي عدد من الارقام هل ينفع؟ بسيطة جدا، بس الفارق بدل دي ما هي 2 تبقى 30 لو عايزين نجمع 30 رقم، وبدل ده ما هي دي لغاية 2 تبقى 30، ونفس القصة هنا تبقى دي 30. يبقى البرنامج هو نفس البرنامج، مش هنقعد نزود ارقام، هنغير في الارقام بس. طب تعالوا نشوف كده، لو حبينا نعمل البرنامج ده بطريقه اظرف ويكون مور جنرال، برنامج عام، اول حاجه يدينا رساله يقول لي كاونت اوف فاليوز، انت عندك كام رقم عايز تجمعه، يدخله ويخزنه لي في حاجه اسمها كاونت، بدل ما نقول 30 او 20 لا انا اخليه برنامج عام. بعد كده باجي اوصف الفاليوز بقد عدد الكاونت، وابدا اعمل سم، اوصف سم اللي انا هجمع فيها، وابدا اوصف اندكس ده المتغير اللي انا هعمل عليه 4، وابدا اقول له غير لي الاندكس، اعمل لي 4، كرر الاندكس من 0 الى كاونت ناقص 1. عشان لو قلت لك هنا انا قلت لها هقول لك اديك رساله اقول لك عدد الارقام كام، تقول لي 10، يبقى انا المفروض اتغير من 0 الى 9. وهبدا ادخل الفاليو زي ما اتفقنا قبل كده برساله وابدا اجمعها. طيب عايزين نطبع الفاليو 0 بتطبع لاول لوحدها من غير تكرار، وبعدين ابدا اكرر من 1 الى كاونت ناقص 1، هيطبع لي علامه الزائد ويطبع لي القيمه بتاعته، وبعد ما يخلص اللف هيطبع لي علامه تساوي وصم ويخلص البرنامج ويقف. واضح ان البرنامج ده عام جدا، يقدر يجمع اي عدد من الارقام ويطبعهم لي على الشاشه. من الملحوظات المهمه اللي عايزين نوضحها ان انا لما قلت له هنا dim values count، لو انا كنت مدخله الكاونت ب 10 يبقى هو هنا هيكون حجز 11 مكان، 11 مكان. ما انا لما كنت بقول له هناك dim value 2 كان بيحجز 3 اماكن، فانا هنا لما اديله كاونت المفروض هيحجز لي كام مكان؟ هيحجز لي 10 11 مكان، لو قلت له الكاونت ب 10 هيحجز لي 11 مكان، بس انا كده الفاليوز القيمه ال 11 اللي هي رقم 10 انا اهملتها. وده اسلوبين، اما ان انا اشتغل الشغل بتاعي من 0 الى كاونت ناقص 1، او اشتغل من 1 الى كاونت واهمل، يعني انا دلوقتي عندي 11 مخزن. المخزن الاولاني اللي هو الزيرو والمخزن الاخير رقم 10، دول 11 مخزن، فانت عايز 10 بس، اما انك تهمل الاخير وتشتغل الشغل بتاعك من القيمه 0 للقيمه 9، او تهمل الاولاني وتشتغل الشغل بتاعك من القيمه 1 للقيمه 10، وده هيبان في البرامج الجايه ان شاء الله. عايزين نعمل برنامج يملى لي مصفوفه فيها 5 ارقام اليوزر يدخلها وبعدين يطبعها لي بترتيب عكسي. ازاي؟ يعني هيسال اليوزر يقول له فاليو 1 فاليو 2 فاليو 3 4 5، يدخلهم اليوزر يروح هو طابع له يقول له الاليمنت الخامس اللي هو متخزن في الاندكس الرابع قيمته ب9، ونفس الكلام الاليمنت الرابع والثالث والثاني والاولاني يطبعهم لي بالترتيب العكسي اللي انا دخلت له بيه. ببساطه جدا هنقول له ديم كاونت از انتجر بيساوي 5، والابر باوند اللي هي اقصى قيمه تبقى كاونت ناقص 1، وهنعمل ديم لفاليوز ابر باوند بحيث ان انا هنا قايل له ان انا عندي 5، فانا هقول له ديم فاليوز 4 بحيث ياخد لي 5 اماكن من 0 ل 4. وهنوصف متغير اسمه اندكس، وهنبدا نعمل 4 عشان ندخل القيم من 0 الى الابر باوند، وهنبدا نكتب له كونسول دوت رايت، ناخد بالنا احنا قايلين له رايت مش رايت لاين عشان يبقى كله في نفس السطر. هنيجي نقول له فاليو اندكس زائد 1 ونقطتين، وندخلها الى الفاليوز اوف اندكس عن طريق الريد لاين. يبقى احنا كده هنبدا ندخل الارقام بتاعتنا، يلف 5 لفات ويدخل الخمس ارقام. طب انا عايز اطبعهم بترتيب عكسي، سهله جدا، هنعمل فور اندكس من الابر باوند تو 0 ستيب ناقص 1، وكنا خدنا دي قبل كده ان انا ممكن اعمل ستيب ناقص 1 بتعمل بحيث تشتغل لي تنازلي، وابدا اطبع الارقام اللي عندنا. هقول له الاليمنت اللي هو رقم اندكس زائد 1، المتخزن ناخد بالنا ان دي كده علامه دي بين طب الكوتيشن ينطبع على الشاشه، المتخزن في الاندكس من غير زائد 1 قيمته بكذا.
يبقى هو كده الراجل دخل لي القيم بتاعتنا بترتيب وطبعها لي بترتيب عكسي للي هو دخله. عايزين نعمل برنامج يدخل لي عدة أرقام، يسألني الأول يقول لي أنت عندك كام رقم؟ قلت له 3، يدخله 3 أرقام، يروح مطلع لي الهايست فاليو بكام؟ وهي العنصر نمرة كام؟ وفي الاندكس رقم كام؟ قلنا قبل كده الاندكس ده هو الرقم اللي بيخزن جواه المتغير داخل المصفوفة، بحيث ان احنا عندنا المصفوفة زي ما قلنا بيبتدي من اندكس 0 الى الرقم اللي انت بتقول له عليه. فده اللي هيحصل، هنكتب لليوزر نقول له كاونت رسالة بحيث يدخل لي الكاونت بكام، واخزن اليوزر هيدخله في متغير اسمه كاونت. هبدأ اقول ان الابر باوند بتاعتنا بالكاونت ناقص 1، ونحجز في مصفوفة اسمها الفاليوز بالابر باوند، وهبدأ اوصف متغير اسمه اندكس وهايست فاليو اندكس. هنبدأ نلف على العناصر عنصرا عنصرا. اول حاجة هدي رسالة للمستخدم اقول له دخل لي الفاليو الاولى التانية التالتة، مش الزيرو بقى، احنا بنزود 1 زي ما قلنا قبل كده عشان ندخل الاولى التانية التالتة الرابعة. طيب هيبدأ كل ادخل الفاريبل عن طريق الريد لاين واخزنها في الفاليوز اوف اندكس، وهبدأ هنا اعمل تشيك بسيط، هقول له لو الفاليوز of highest value index اصغر من الفاليوز اوف index، يعني لو القيمه اللي انا مدخلها لك دلوقتي اكبر من القيمه اللي انت متخيل ان هي اكبر قيمه، اعمل ايه؟ خلي الهايست فاليو index هي الاندكس الحالي. هنكتب البرنامج ده ونفهم الحته دي مع بعض. طيب في الاخر هيكتب له ان الهايست فاليو هي كذا، والاندكس متخزنه في الاليمنت رقم كذا والاندكس رقم كذا. تعالوا نشوف البرنامج ده مع بعض ونكتبه. ابلكيشن رقم 29، هنيجي هنا نقول له كونسول دوت رايت رايت بس عشان يدخلها في نفس السطر. هنقول له number of counts بحيث بدي له رسالة انه يدخلها لي، وهبدأ اوصف متغير اسمه count as integer، وده هيجي ياخد قيمته منين؟ عن طريق console.readline. هبدأ اوصف متغير جديد اسمه upper bound as integer، وده بياخد قيمة الكاونت ناقص 1. هبدأ أوصف المصفوفة بتاعتنا اللي هي بتاعت الفاليوز عن طريق الأبر باوند از انتجر، هنوصف متغيرين تانيين، واحد اسمه الاندكس وده المتغير اللي احنا بنغيره، وهنوصف متغير تاني اسمه هايست value index، الاثنين هنوصفهم ان هم متغيرين integer. هنبدأ ندخل دلوقتي، عايزين نبدأ ندخل ال variables، هنقول له for index بتساوي 0 to upper bound. هنبدأ جوه اللوب هنعمل ايه؟ اول حاجة هنديله رسالة عشان يدخل المتغير بتاعه، يبقى console دوت رايت هيكتب له فاليو نمبر، ويطبع لنا كمان قيمة الاندكس زائد 1 عشان ما يطبعليش زيرو، ونديله نقطتين بحيث يبقى المنظر ظريف. طيب المتغير اليوزر هتطلع له الرسالة دي، هيبدأ يدخل قيمة، القيمة دي خزنها فين؟ في values of index هتساوي console.readline.
اليوزر بعد ما دخل القيمه، انا عايز في اثناء اللفه بتاعت الادخال اعمل تشيك على اكبر قيمه، اقول له اف values of highest، ناخدها كوبي من فوق، الفاليو اصغر من الفاليوز بتاعت الاندكس زين زين الهايست اندكس هو نفسه الاندكس. كده احنا ايه خلصنا اللوب بتاعتنا. هنبدا نخرج ونقول له كونسول دوت رايت لاين ذا هايست فاليو از. طب الهايست فاليو، انا هنا ما خزنتش الهايست فاليو، انا خزنت الهايست فاليو اندكس، يعني خزنت اكبر قيمه موجوده في انهي مخزن من المخازن بتاعت الفاليوز، فهطبع له قيمه الفاليوز اوف اندكس كوبي وبيست. طيب وهنقول له at the element number ونطبع له قيمة بقى الايه ال highest index زائد واحد زائد واحد. هنيجي طبعا في الاخر خالص نكتب له console.readline. تعال نحفظ البرنامج ونشغله. في ايرور موجود. دي از انتجر المفروض. نحفظ البرنامج ونشغله. برضه في مشكله، في قوس عايزينه. في قوس في نهايه، لان جمله console.writeLine لازم في اخرها في قوس. نحفظ ونشغل. الحمد لله ما فيش ايرورز. قال لي انت عندك كام رقم؟ اقول له 4. دخلهم لي 2 5 3 3 1. قال لي اكبر قيمه بتاعتك 5 اللي انت دخلتها في المره الثانيه. تعال نشغل البرنامج ده ستيب باي ستيب ونشوف هيعمل معانا ايه بسرعه. عن طريق اف 10 اديني رساله على الشاشه، اللي انت عندك كام رقم؟ اقول له 4. طيب بدأ يوصف عندنا متغير اسمه upper bound وفتح لنا values طولها بـ4، لأن أنا قلت له إن الكاونت عندنا بـ4 فهو أن الأبر باوند بـ3، فلما قال له values 3 راح حاجز 4 أماكن 0 1 2 3. ماشي، هيبدأ هنا يعدي علينا واحدة واحدة، يقول لي دخل لي القيمة الأولانية، أقول له بـ2. نقف هنا بقى. الاندكس فاليو الهايست فاليو اندكس بزيرو لان لسه ما دخلتش، هي انا وصفتها بس فواخده قيمه زيرو. فبيساله هل الفاليوز اوف زيرو اصغر من الفاليوز اوف زيرو؟ هل الفاليوز اوف زيرو اصغر من الفاليوز اوف زيرو؟ لا طبعا مش متحققه، فهيعدي الجمله دي وما ينفذهاش. مش مشكله، يبقى دلوقتي الاندكس بتاعتنا الهايست فاليو اندكس بزيرو زي الاندكس العادي. في اللفة الثانية بقى الاندكس بقت بواحد. تعال نشوف مع بعض. هيطلب مني ادخلها له. ادخلها له مثلا بـ5. هيسأل هنا هل الفاليو بتاعت الهايست فاليو اندكس، ما الهايست فاليو اندكس بزيرو، فهل الفاليوز اوف زيرو اللي هي بـ2 اصغر من القيمة الحالية الهايست فاليو في واحد؟ اصغر. يبقى هيعمل ايه الراجل؟ هيروح داخل جوه اللوب ويعتبر ان اكبر اندكس متخزن فيه قيمه هو الواحد، وده منطقي جدا. طب هيلف كمان لف، يقول لي دخل الرقم الثالث، اقول له 4. فهيسال سؤال الهايست فاليو اندكس، الهايست فاليو اندكس اللي هي عندنا بواحد اللي هو المخزن اللي فيه اكبر رقم حتى الان، ماشي، بيقارنه بالقيمه الحاليه اللي هي اللي انا لسه مدخلها، هل المخزن اللي متخزن فيه اكبر فاليو اصغر من القيمه الحاليه؟ لا مش اصغر،
ده اكبر، يقوم ما ايه ما يعديش على جواب الشرط، يدخل ياخد القيمه اللي بعديها. تعال نكتب له مثلا 7، هيبدا يشوف هل الفاليوز اللي متخزنه في الهايست فاليو اندكس، ما هو قبل كده كان عنده ان اكبر رقم متخزن في نمره واحد، بيقارنه بالرقم اللي انا لسه مدخله اللي هو الفاليوز اوف اندكس، هل اكبر قيمه اللي كانت موجوده معاك اصغر من القيمه اللي لسه مدخلها؟ اصغر، يقوم يدخل يغير الاندكس بتاع الهايست فاليو يخليها بالاندكس الحالي، بحيث ان هو دايما الهايست فاليو اندكس بيخزن فيه بس الرقم الاندكس بتاع اكبر قيمه موجوده عندي. الراجل كده خلص اللوبس، هيطبع لي على الشاشه يقول لي ان اكبر فاليو دخلت هي 7 اللي هي كانت الرقم الرابع. هندوس F5 ونكمل البرنامج بسهوله جدا. واضح لنا ازاي ان احنا بنطبق البرنامج بتاعنا ان شاء الله. طيب في بقى شويه برامج سريعه، بيقول لي املا مصفوفه ب10 عناصر بفاليوز من 10 الى 1، يعني في الاندكس 0 هنكتب 10، في الاندكس 1 هنكتب 9. واضح طبعا ان كل رقم من دول بيساوي 10 ناقص الاندكس، يعني لو قلنا 10 ناقص 0 ب10، 10 ناقص 1 ب9، 10 ناقص 2، وهنشوف الكلام ده. بيقول استخدم بس متغيرين 2 فقط، وابدا اطبعهم لي على هذا الاساس، قول ان الاليمنت الاولاني اللي متخزن في الاندكس 0 ب10 وهكذا. بسهوله جدا هنوصف متغير اسمه values ب9، وفاليو فاريبل ثاني هنوصفه اسمه اندكس. هناخد الاندكس من 0 الى 9، وهنبدا نحط قيم الفاليوز اوف اندكس بتساوي 10 ناقص الاندكس، ودي المعادله اللي احنا استنتجناها من شويه. ونبدا نكتب على الشاشه بتاعتنا ان الاليمنت اللي هو الاندكس زائد 1 المتخزن في الاندكس قيمته بكذا، ويطبعهم لي على الشاشه. طيب نفس الكلام برضو، عايز يملا مصفوفه 10 عناصر بالقيم دي. واضح طبعا العلاقه هنا بينهم ان الفاليو بتساوي الاندكس زائد 1، وبعدين يطبعهم، وبعدين يستبدل العناصر بترتيب عكسي، يعني بدل ما هم 1 لغايه 10، من 10 الى 1 ويطبعهم مره ثانيه، بحيث يطبعهم المره الاولانيه زي ما وصفهم ويطبعهم المره الثانيه بعد ما عكسهم. بسهوله جدا هنبدا نعرف كاونت ب10 والابر باوند بكاونت ناقص 1، ونوصف متغير اسمه values على هيئه مصفوفه، والاندكس ونبدا نملى عن طريق فور اندكس، نقول له ان الفاليوز اوف اندكس بتساوي اندكس زائد 1 زي ما شفنا مع بعض، ونبدا نطبعهم عادي خالص. هنطبع نقول له ان الاليمنت اللي في الاندكس زائد 1 اللي هو اصلا في الاندكس اندكس بيساوي الفاليوز. طب عايزين نبدا نعكس الترتيب، سهله جدا، هنوصف متغير اسمه باك اب، ونبدا نلف على العناصر ان احنا نبدل العنصر الزيرو بالتاسع. فطبعا عشان نبدل مخزنين ببعض لازم نحط مخزن وسيط، بحيث ان انا عايز ابدل الاثنين دول مكان بعض، هحط ده هنا واحط ده هنا واحط ده هنا. يبقى انا بالخطوه دي كده في ثلاث خطوات دول بدلت، وده اللي حصل هنا، ان انا باخد قيمه الاند الفاليوز اوف اندكس واخزنها في الباك اب، الفاليوز اوف اندكس باخد القيمه العكسيه بتاعتها، والقيمه العكسيه بتاعتها بديها قيمه الباك اب وببدا اطبعها عندنا. نفس الكلام برضو، عايز برنامج يملى العناصر دي ويعمل شيفت ليها ناحيه الشمال بخانه واحده ويطبعهم مره تانية. واضح ان عشان املى هقول له ان الان الفاليو بتساوي اندكس زائد 1، عايزين نزحزحها ناحيه الشمال بخانه واحده. طبعا بسهوله جدا برضو نفس اللي فات، هنوصف الفاريبلز الفاليوز ونبدا نحط القيم فيها عن طريق المعادله اندكس زائد 1 ونطبعها، وبعدين عايزين نزحزحها ناحيه الشمال. برضه هناخد فاريبل اسمه باك اب واحتفظ بيه بالقيمه 0، وابدا اقول له ان الفاليوز اوف اندكس بتساوي فاليوز اوف اندكس زائد 1، بحيث يسحب لي القيم ناحيه الشمال بواحد، واخر قيمه عندنا هنحط فيها قيمه الباك اب واطبعهم زي ما شفنا قبل كده. برضه مثال تاني هيملى
مصفوفة بقيمة هيعمل مصفوفة تانية بقيمة أخرى بريفيرس، بحيث إن في مصفوفة في الأول هيخزن فيها الأرقام من 1 لـ10، ومصفوفة تانية هيخزن فيها الأرقام من 10 لـ1، وهيبدأ يعمل مصفوفة تالتة يخزن فيها الأرقام الأعلى، يعني هنا 1 والـ10 من الأعلى للـ10، هنا 4 و7 من الأعلى للـ7، هنا 9 و2 من الأعلى للـ9. طبعا بسيطة جدا، ويطبع الـ3 مصفوفات بسهولة جدا. هنوصف كل مصفوفة منهم، طبعا وصفنا 3 مصفوفات، وصفنا و3 مصفوفات. هنبدأ المصفوفة الأولى نملى القيم بتاعتها، المصفوفة الثانية هنملى بقى ونطبعها، المصفوفة الثانية هنملى القيم بتاعتها عن طريق count ناقص index ونطبعها، المصفوفة الثالثة بقى هنبدأ نحسبها عن طريق شرط. هل الفاليو بتاعت الفاليوز 1 اكبر من الفاليوز 2؟ لو كان الفاليوز 3 حط فيها الفاليوز 1، والا خلي الفاليوز 3 بتساوي الفاليوز 2 وابدا اطبعها لنا مره ثالثه. واضح جدا ان احنا في تعاملنا مع المصفوفات لازم نتعامل سواء في الادخال او في المعالجه او في الحسابات او في الطباعه لازم عن طريق فور ونكست. برضو دي مصفوفة عايز بس فيها حسابات معقدة شوية، عايز يعمل مصفوفة ويملاها بالفبريكانسي نمبرز. ايه الفبريكانسي نمبرز؟ هي اللي قدامنا دي. بتحسب ازاي؟ اول قيمتين بواحد، القيمة بعد كده اي قيمة بتبقى مجموع الرقمين اللي قبليها، يعني هنا الاثنين دي مجموع الرقمين دول، وهنا الثلاثة مجموع الرقمين دول، الخمسة مجموع الرقمين اللي قبلها، الثمانية مجموع الرقمين اللي قبلها، الـ13 مجموع الرقمين اللي قبلها. هنعمل البرنامج ده بسهوله جدا، بحيث انك هو يسالك انت عايز كام رقم، وبعدين يطبع لك الفبريكانسي نمبرز على قد عدده. اول حاجه هنسالك انت عايز عدد كام؟ طيب ونقراه من على الشاشه. لو العدد ده اصغر من زيرو يديله رساله يقول له ايرور مينيمم كاونت واحد. طيب لو كان العدد ده مش اقل من او يساوي الزيرو هياخد ابر باوند بكاونت ناقص واحد عشان يحجز المصفوفه بتاعت الفبريكانسي نمبرز زي ما اتعودنا قبل كده، وهيبدا يوصف متغير اسمه اندكس هيلف عليه، او الفبريكانسي نمبر بوب بزيرو. لو الكاونت بتاعتنا اكبر من واحد هيبدا ياخد الفبريكانسي 1 بواحد الاول، بحيث اول رقمين احنا زي ما قلنا بنخزنهم بوحيد، ويبدا يلف على بقيه الارقام ويحسب، يقول ان الفبريكانسي نمبر اوف اندكس بيساوي اللي قبليه زائد اللي قبل اللي قبليه، اللي قبليه زائد اللي قبل اللي قبليه، ويبدا بعد كده يطبعهم لنا بعد كده بسهوله جدا الفبريكانسي نمبرز. اخر مثال هناخده ان شاء الله ان احنا عايزين نعمل مصفوفه ثنائية الأبعاد. كل المصفوفات اللي احنا خدناها كلها قبل كده كانت 1 dimension اتجاه واحد، عايزين نعمل مصفوفة 2 dimension بحيث ان كل رقم فيها يبقى هو عبارة عن حاصل ضرب الاندكسز بتاعة الكولومن والرو. زي ما الصورة قدامنا دي، يعني ده العمود الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، وده الصف الاول الثاني الثالث الرابع. لو بصينا هنا نلاقي ده 6 لانه حاصل ضرب الصف الثالث الصف رقم 3 في العمود رقم 2. بسهوله جدا هنقول له نديله رساله يدخل لنا الرو كاونت وندخلها، نقول له دخلنا كولومن كاونت وندخلها برضه في متغير اسمه كولومن كاونت، ونبدا نوصف مصفوفه اسمها values row count و column count. هنبدا نحسب المصفوفتين عن طريق 2 loop لان المصفوفه 2 dimension، فلازم يكون في loop عشان تغير الصفوف، ومصفوفه كمان ولوب ثانيه تغير العمدان. هنبدا نقول له ان values of i و j بتساوي حاصل ضرب الاي في جي، بحيث ان الاي بتتغير من 1 لـ5 مثلا والجي بتتغير من 1 لـ7، يبدا يقول لي الفاليوز اوف 1 و1 بتساوي 1 في 1، الفاليوز اوف 1 و2 وهكذا. عايزين نطبعهم بسهوله جدا، هنبدا برضو 2 لوب نطبع قيمه الفاليوز اوف اي وجي. نلاحظ ان احنا هنا بنطبع كلمه رايت مش رايت لاين عشان يطبع لي كلهم مع بعض في نفس السطر، بس عشان اقطع ما بين كل صف وصف هاجي هنا واكتب له كونسول دوت رايت
لاين. تعال نشوف البرنامج ده نعمله مع بعض بسرعة ونشوف، ناخد بالنا ملحوظة مهمة ان احنا الفور هنا كلها بادية من واحد، واحنا هنا متبعين الاسلوب الثاني. احنا قلنا قبل كده ان انا لما بقول له ديم الفاليوز اوف 11 اوف 10 بيحط لي 11 رقم من اول اندكس 0 لغايه اندكس 10. ممكن واحد يهمل 10 ويشتغل من اندكس 0 ل 9، وممكن واحد تاني يشتغل من 1 ل 10. احنا في البرنامج ده شغالين فيه من 1 الى 10 بحيث ان احنا هنا مش حاطين كاونت 0، مفيش اندكس 0 موجود عندنا. تعال نشوف البرنامج ده مع بعض ان شاء الله. ده كان ابلكيشن رقم 35. هنديله كونسول دوت رايت لاين او رايت بس، هنقول له enter the raw counts، وهنيجي نقول له dim raw count as integer بيساوي console.readline. طبعا ممكن بدل ما نكتب تاني هناخد السطرين دول كوبي ونحطهم بيست، بس هنقول له enter the column counts، وبدل ال variable ده ما كان اسمه row count هيبقى اسمه column count. هنبدأ نخزن نوصف المصفوفة بتاعتنا اللي هي values عن طريق row count و column count as integer. هنوصف متغيرين، واحد اسمه i وواحد اسمه j عشان نستفيد منهم في اللوبس. عايزين نبدأ نحسب، هنقول له for i بتساوي من 1 to row count، ونحط for تانية j من 1 to column count، وهنبدأ هنا نحسب قيمة المصفوفة values للصف i والعمود j هتساوي i مضروبة في j. يبقى احنا كده خلصنا الجزء ده. عايزين نبدأ نطبع، لازم برضو 2 loops، بس مش هنحسب بقى، هنعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا نطبع. يبقى console.write قيمة ال values. طبعا البرنامج كده مش كامل، ناقص شوية بس هنشوفه مع بعض عشان نشوف المشكلة ايه ونعالجها. console.readline. تعالوا نشغل البرنامج ده ونشوف هيعمل ايه. قال لي عدد الصفوف هقول له 2، عدد العمدان اقول له 3. شوف البرنامج عمل ايه، طبع لي 1 2 3 4 5 6 جنب بعض. انا مش عايز كده. اول حاجه مطلعهم لازقين في بعض، يبقى لازم ان احنا نيجي هنا. تعالوا نشغل البرنامج كده خطوه خطوه حتى عشان نشوف البرنامج ماشي ازاي. هيديني الاول يقول لي عدد الصفوف بكام، هقول له 2. هيقول لي عدد الاعمده بكام، هقول له 3. هيبدا يعدي على الاي من 1 ل 2، ويعدي على الجي من 1 الى 3. ناخد بالنا الاي دلوقتي واخده قيمه بواحد، والجي واخده قيمه ابتدائيه بواحد. يبقى هيجي هنا يقول لي ان الفاليوز اوف 1 و1 بتساوي 1 في 1، وده اللي حصل. بص طبعا القيمه الاولانيه دي مالناش دعوه بيها، 1 و1 ب1 اهي. طب كويس جدا. هيجي يلف تاني على اللوب الجوانيه، لسه الاي بواحد زي ما هي بس الجي بقت ب2، يقوم العنصر 1 و2 هيساوي 1 في 2، وده اللي حصل. هيبدا يلف ياخد الجي خلاها ب3، ويبدا يحصل لنا العنصر 1 و3 ب3 اهو. طب هو خلص كده اللفه بتاعت الجي، هيطلع تاني يغير قيمه الاي، بقت الاي ب2، يبقى يدخل على الصف التاني يبدا يحسب فيه، والجي دي قيمه ابتدائيه ب1، بحيث يبدا يحسب لنا العنصر values of 2 و1.
اتنين وواحد حسبه بكام؟ باتنين. ويدخل يغير الجي، جي بقت باتنين، يحسب العنصر اتنين واتنين، الجي بقت بتلاتة. يبقى نلاحظ ان هو ثبت الصف وبدأ يغير العمود، خلص طلع غير الصف تاني ونزل يغير العمود، كده المصفى بتاعتي اتملت. زي ما قلنا القيم اللي هي صفار، الاندكس بصفار، احنا مش عايزينها في حاجه. هيبدا يطبع، يقوم هيجي هنا يطبع برضه، يثبت الصف ويغير العمود، يطبع القيمه واحد وواحد، واحد واثنين، واحد وثلاثه، اثنين اللي بقت اثنين خلاص دخل على الصف الثاني، اثنين وواحد، اثنين واثنين، اثنين وثلاثه، خلص طبع على الشاشة بس طلعهم لازقين في بعض. ازاي بقى هنعمل البرنامج ده نحسن فيه؟ سهلة جدا، لازم نيجي هنا ونروح مدينه مسافة فاضية عشان ما يخليش العناصر لازقة في بعض. طب انا عايزه يفصل ما بين كل صف وصف، نيجي هنا نديله كل جملة كونسول دوت رايت لاين، بحيث كونسول دوت رايت لاين هتعمل ايه؟ هتقطع الكونسول دوت رايت، ما كونسول دوت رايت بتطبع صف صف، بتطبع ورا بعضه، بحيث ان هو هنا هيغير. يمكن نوقف البرنامج هنا ونشوف الحته دي مع بعض، نشغله اف 5. نلاحظ ان احنا هنا حطينا دايره دي بريك عشان يوقف البرنامج، هيقول على الصفوف كام؟ اقول له 2، الاعمده كام؟ ب3. الراجل حسبهم وعايز يبدا. ناخد بالنا هيعمل ايه؟ هياخد الاي بواحد والجي بواحد ويطبع العنصر الاولاني وبعديه مسافه اللي هو واحد وواحد، ويدخل يطبع اللي بعديه اللي هو واحد واثنين وبعد منه مسافه، اللي بعد مين وبعد منه مسافه. هو كده خلص الاعمده، فيجي ينزل يقوم يطبع سطر جديد ويطلع ياخد صف جديد عشان يشتغل فيه. نلاحظ ان هو طبع لنا زي ما احنا عايزين. يبقى احنا عملنا الاعمده كلها، تغيير الاعمده اللي هي الفور الجوانيه، يطبع لي جمله رايت بس. بعد ما يخلص الاعمده دي اديله جمله رايت لاين عشان يقطع الصف، بحيث لما يجي يبدا صف جديد يبتديه من سطر جديد. وكده نبقى احنا حلينا المشكله اللي كانت معانا، ودي هي اللي واضحه في البرنامج بتاعنا اللي احنا عملناه. ملخص اللي احنا خدناه، خدنا الخيارات select case وعرفنا ان هي لازم يراعى فيها الترتيب، خدنا الاريز وعرفنا ان لما اقول له values of 9 بيبدا يخزن لي مخازن بقد عددهم، ونلاحظ ان هو في عنده مخزن اسمه زيرو بيخزنه، ممكن ان انا اهمل المخزن زيرو ده وابدا اشتغل من اول واحد زي ما عملنا في البرنامج الاخير. عشان ادخل او اطلع اي مصفوفة لازم استخدم فور، او عشان احسب برضو لازم استخدم فور. الكلام ده لو هي 1 دايمنشن، لو هي 2 دايمنشن لازم يكون في عندي 2 فور، وفي جملة الدايمنشن بحط مقاس المصفوفة على الصفوف وعلى الاعمدة. ممكن ان يكون عندي مصفوفة ثلاثية الابعاد او اربعة او خمسة زي ما انا عايز. وكده نبقى انتهينا من المحاضرة الثالثة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.